هاي حبايبي، كيف كان اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم راح نشوف عبارات يوميه باللغه التركيه، بس هيك بهي اللهجه. خلينا نشوف. المهم في هذا الفيديو سوف نرى عبارات وجمل يومية باللغة العربية وباللهجة الشامية أيضا، فهي اللي نبدأ. مثلا أول عبارة سوف نبدأ بها وهي بوئف كاندي من، بوئف كاندي من، هذا البيت ملكي. بوئف كاندي من، هذا البيت ملكي. بوئف كاندي من، بوئف كاندي من، هذا البيت ملكي. بوئف كاندي من. İyi ki buraya gelmişiz. İçim açıldı. جيد أننا أتينا إلى هنا. انشرح صدري. İyi ki buraya gelmişiz. İçim açıldı. جيد أننا أتينا إلى هنا. انشرح صدري. Okay. İyi ki buraya gelmişiz. İçim açıldı. جيد أننا أتينا إلى هنا. انشرح صدري. İyi ki buraya gelmişiz. İçim açıldı. Aa. Havalara girmek. دخل بالجو. أو فات بالجو. Bak. Havalara girmek. انظر دخل في الجو او دخل بالجو فات بالجو بك بك هافالارا كيرمك يا بيز هافا مزا عالدك ونح اكلنا هوا هافا مزا عالدك اكلنا هوا يعني انا عم حاول اعمل هلا مثل حديث يا بيز هافا مزا عالدك ونحن اكلنا هوا ولكن العبارة التي أريد أن أوصلها لكم هي أكلنا هوا هفمز عالدك أكلنا هوا هفمز عالدك هادي بو أسانسور زرت برت بزليور هيدا المصعد كل شوي بيخسر أو بمعنى هذا المصعد كل مرة يتعطل Bu asansör zırt pırt buzluyor. Hada mis'ad kul marra au kulli şvay yata'attal. Yakhsar. Am yakhsar. Kul marra. Kulli şvay. Bu asansör zırt pırt buzluyor. Adam karısına hayatı zehir etti. Arraculu ja'ale hayati zevcetihi summen. Adam karısına hayatı zehir etti. Ar-racul ja'ala hayata zawjatihi sum. Yani lem yetruka ta'iş firaha. Adam karısına hayatı zehir etti. Almuhim huna fil janib as-silbi. Yani ja'ala hayataha summan yani fahimtumuni. ولكن يمكننا أن نستعملها أيضا في جانب الإيجابي مثلا في الذكاء تستعمل كثيرا في الذكاء مثلا بوتجون قفص الزهر جبه هذا الفتى ذكي جدا لكن نحن ماذا قلنا حرفيا العبارة ماذا تعني هذا الفتى عقله كالسم ولكن هي في معناها المجازي يعني عندما تقولها تعني أن هذا الفتى ذكي جدا. بوتجون قفص زهر جبه. بان أنا جفينيورم أنون إتشي دش بردير. أنا أثق به داخله وخارجه واحد. يعني لا يكذب لا ليس بشخص محتال. لهذا أثق به لأن داخله مثل خارجه الذي في قلبي أقوله.
مثل هذا يعني ساذج او المهم شخص جيد ليس محتال. اوكي اجل ben ona güveniyorum. Önün içi dışı birdir. أنا أثق به. داخله وخارجه واحد. Ben ona güveniyorum. Önün içi dışı birdir. İyi. Adamı o halde görünce içim bir tuhaf oldu. لما شفت الرجال هيك بهي الحالة شعر بدني نهز بدني. حلوة هاي اللهجة ما. Adamı o halde görünce içim bir tuhaf oldu. لما رأيت الرجل بهذه الحالة أو بتلك الحالة اقشعر بدني انهز بدني. Adamı o halde görünce içim bir tuhaf oldu. لما شفت الرجال هيك شعر بدني او نهز بدني. اوكي هيك adamı o halde görünce içim bir tuhaf oldu. عندما رأيت الرجل بتلك الحالة او بهذه الحالة اقشعر بدني. Adamı o halde görünce içim bir tuhaf oldu. Darılma ama bu konuda sen haksızsın. لا تزعل مني بس بهذا الموضوع انت ما معك حق. Darılma ama bu konuda sen haksızsın. لا تحزن مني ولكنك في هذا الموضوع غير محق او لست على حق. Darılma ama bu konuda sen haksızsın. لا تحزن مني ولكن في هذا الموضوع أنت لست محق. Darılma ama bu konuda sen haksızsın. Haksızsın. لست محق. أوكي. بهذه العبارة نكون قد انتهينا من فيديو اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه وأراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. دمتم بخير. إلى اللقاء.